السلام عليكم شباب، معكم علاء من كذا سوق، واليوم عندنا لكم السماعة الجديدة من تيرتل بيتش 520. طبعا اذا ما تعرفون في سماعات متنوعة من تيرتل بيتش 800 بالاعلى، اعلى شيء 800، 520 بعدين 500 بعدين 400 بعدين عندنا PX24 بعدين عندنا 60P بعدين 50P. هاي بسعرهم وبجودتهم ويعني فائدتهم شلون تكون اكثر. هاي طبعا تكون المركز الثاني بعد ال 800. طبعا 500 اللي كانت مشهوره السماعه راح تنقطع من السوق وراح يكون بس في 520. عدلوا فيها الكواليتي واضافوا فيها خاصيه اسمها سوبر هيومن هيرينج. سوبر هيومن هيرينج اللي هي تعطيك اصوات، يعني مثلا في لما تلعب لعبه كول اوف ديوتي راح تقوي هالصوت. قبل يمكن كنت تسمع الاصوات بس مع السماعه راح تقوى اكثر، راح تسمع خطوات الاعداء بشكل اقوى، الرصاص والخطوات نفس ما تشوفون مذكوره هنا. هاي الشيء سوبر هيومن هيرينج هاللي ركزوا عليه في السماعه نفسها. طبعا شنو يميز هاي السماعه عن السماعات الباقيه؟ اول شيء نظام محيطي 7.1، يعني سماعات بتكون الصوت على كيفك وسعرها مناسب. غير هذا الشيء جوده السماعات الصوت مالهم يكون جوده الصوت عالي، بالاضافه الى الاعدادات المسبقه اللي هي حق الصوت، مثلا تبي تقوي شيء تبي تضعف شيء، ضغط الزر واحده راح تقدر تغير الاعدادات. الشات بوست اللي هو المايكروفون يطلع لك الصوت جوده حلوه ووضوح عالي. والبطاريه لا ننسى ان السماعه لاسلكيه، بطاريه مدتها طويله يعني تبقى لك يوم تقريبا. والمايكروفون ينشال، يعني هاي اسهل شيء فيه. طبعا لو نفتح السماعه نشوف شنو داخل بالضبط موجود. اول شيء عندنا هو المايكروفون نفس ما نشوف مع هاي الشيء اللي تقدر تشيله، قبل ما كان موجود بس كانت المايكروفون بهالطريقه، فراح اذا في اي سي عندك هواء شيء راح يعزل الصوت منه، فتقدر تشيله وتركبه وقت ما تبي. هاي هو اليو اس بي اللي بتركبه في البلاي ستيشن عشان يعطيك الوضعيه اللاسلكيه في المايكروفون، بالاضافه انه راح تركب الكيبل اللي اسمه اوبتيكال. اذا عندك بلاي ستيشن سلم ما راح تشتغل مع هاي السماعه، فبتركب في الكيبل من البلاي ستيشن الى هاي اليو اس بي. وبعدين عندنا السماعه نفس ما تشوفونها، هاي هي عندك هني الاسفنج. طبعا الناس وايد يتشكون يقولون تنكسر بسرعه، اذا بتحافظ عليها ما راح تنكسر بسرعه، يعني اذا اكيد اي شيء بتضغط عليه راح يتضرر بسرعه. فعندنا هنا المداخل نفس ما تشوفونها، عندنا مدخل حق الـ AUX كيبل تقدر تركب في الموبايل مباشره وتسمع من الموبايل، بعدين عندنا مدخل USB عشان تشحن السماعه، وبعدين عندنا ترفع الصوت او تنزله حق المايكروفون للناس اللي بتسمعهم الاشخاص. وبعدين عندنا ضغطة البريسيت اللي راح تغير الاعدادات، والله تبي موسيقى تبي العاب تبي العاب احسن، وضوح اعلى في الخطوات وهالاشياء بيكون في اعدادات مسبقه. وبعدين عندنا صوت السماعه نفسه. الجهه الثانيه عندنا مدخل المايكروفون نفسه. هاي هم السماعات من الجهتين، ومن الجهه هنا عندنا تشغيل السماعه وبتسمع الناس يتكلمون معك، يعني مثلا سماعه بتقول لك باور از اون شغاله، باور از اوف بتبند، تشارجنج باتري انك قاعد تشحن، لو باتري، ففي اشياء تساعدك انك عشان تعرف ايش قاعد يصير في السماعه. شيء ثاني بعد عندنا في كذا سوق اللي هو حامل السماعات، انه مثلا اذا عندك سماعه مو معاها حامل تحصل هاي الشيء، فتقدر تخلي عليه السماعه وما تضيع او بتكون في مكان امن وثابته في مكانها وعمرك ما تنساها. فهاي الشيء حلو انه حاب تاخذ هالشيئين، بحط لكم رابطهم في الوصف، لا تنسوا احلى لايك شير وسبسكرايب. ها هو نفسه الحامل العلبه مالتها، يكون تركيبها سهل. هاي الفيديو كله لا تنسون احلى لايك، وروحوا الموقع تشوفوا السماعات مسوي اسعارهم حلوه، وسماعات ال 800 مسوي عليها عرض كما كان. لا مع السلامه.